بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أنا الملازم أول لمظلة محمد أحمد الصواف قائد كتيبة الأرباض النسارية العاملة في الحولة. أعلن انضمام الكتيبة إلى المجلس العسكري في حمص وريثيا، ونعاهد الله ثم الوطن والشعب على المطي في درب الكفاح حتى تحرير سوريا من طغمة الحكم الفاسدة. عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر.